في ذلك اليوم الذي سيصبح فيه الراعي التنزاني الفقير مليونيرا، استيقظ سانينيو لايزر بهدف رعي أبقاره، وتوجه إلى المرعى كعادته وجلس تحت شجرة ليستريح عندما فوجئ بأحد الأشياء التي خدشت ظهره ليتفقد ذلك الشيء ليجده حجرا، لكنه ليس مثل باقي الأحجار، فقد كان نوره يضوي. هنا فقط قرر لايزر التنقيب لإخراج ذلك الحجر، فإذا به يكتشف المفاجأة الأكبر في حياته عندما عثر على باب الكنز الذي منحه القدر إياه. فتعالوا معي كي تعرفوا ماذا وجد بالتحديد، وكم كانت قيمة ذلك الكنز العظيم الذي يقدر بملايين الدولارات. أصبح عامل بسيط من تنزانيا من أصحاب الملايين، بعد أن عثر على كنز نادر جدا سيعينه على تربية أبنائه 30. القصة الكاملة: الكنز الذي عثر عليه ذلك العامل تحدثت عنها صحيفة غارديان البريطانية، وبحسب قولها فإن عامل المناجم سانينيو لايزر عثر على حجرين كريمين من نوع التنزانيت النادر ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين عن طريق الصدفة عندما كان يرعي أبقاره بالقرب من منجم من المناجم. وتنزانيت حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا الواقعة شرق القارة الإفريقية. وليس هذا فحسب، بل إن الحجرين اللذين عثر عليهما لايزر هما الأكبر من نوعهما حتى الآن، إذ يبلغ وزنهما 15 كيلوغرام، وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولار. وقالت الصحيفة إن العامل عثر على الحجرين بالقرب من أحد المناجم المحاطة بجدار عال لمنع التهريب منه شمالي تنزانيا. وكانت تنزانيا قد أنشأت مراكز تجارية في جميع أنحاء البلاد للسماح لعمال المناجم الأحرار غير التابعين لأي شركة ببيع الأحجار الكريمة والذهب للحكومة. وتم تصوير لايزر على شاشة التلفزيون التنزاني وهو يحصل على شيك بقيمة 7.74 مليار شلن، نحو 3.3 مليون دولار، بعد أن اشترى بنك تنزانيا الحجرين الكريمين. وتلقى راعي الأبقار اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته. وصرح لايزر لهيئة الإذاعة البريطانية BBC قائلا إنه سينظم حفلا كبيرا بمناسبة حلم الملايين الذي حققه. وأما سيعمله بالأموال التي هبطت عليه فجأة، قال لايزر إنه يريد بناء مركز تسوق، ولم ينسى أن يساعد مجتمعه إذ أعلن نيته بناء مدرسة قرب منزله، مضيفا: أنا لست متعلما، هناك الكثير من الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف تعليم أبنائهم. وذكرت متحدث باسم وزارة المناجم في تنزانيا أن وزن القطعة الأولى من الحجارة الكريمة يبلغ 9.2 كيلوغرام، فيما يبلغ وزن الثانية 5.1 كيلوغرام. وأضاف المتحدث في حفل نظم بمناسبة الاكتشاف الكبير أن ما عثر لايزر عليه أكبر حجارة كريمة يجري اكتشافها منذ بداية أنشطة التعدين في المنطقة، وأرباحه الهائلة لم تتوقف عند هذا الحد. وقد كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن العامل التنزاني باع جوهرة أخرى عثر عليها بعد ذلك مقابل مليوني دولار، فيما بلغ وزن اكتشاف لايزر الثالث 6.3 كيلوغرام. ويمكن العثور على التنزانيت فقط في شمال تنزانيا، ويستخدم لصنع الحلي. وتكمن جاذبية أحجار التنزانيت الكريمة في تنوع ألوانها بما في ذلك الأخضر والأحمر والأرجواني والأزرق، ويتم تحديد قيمته بالندرة، أي أنه كلما كان اللون أو الوضوح أكثر دقة ارتفع السعر. وقال لايزر في تصريحات لBBC أن المكاسب المفاجئة لن تغير أسلوب حياته، وأنه يخطط لمواصلة رعاية 2000 من أبقاره، مضيفا أنه لا يحتاج إلى اتخاذ أي احتياطات إضافية على الرغم من ثروته الجديدة. وفي النهاية نتمنى لكم أعزائي المشاهدين أن تعثروا على كنزكم الخاص كما حدث لراعي الأبقار التنزاني.